رمضان مجدوب ابن الحاج محمد مجدوب، معصرة مجدوب معروفة. يبدأ الموسم من 30/10 كموسم هيك، يعني كتجهيزات أصحاب معصر نبدأ من بداية 10 مثلا، نص 10 نكونوا جاهزين، 20/10 ممكن نبدأ نستقبله في الزيتون. يبدأ الموسم هذا تدريجيا. تو العام هذا أفضل من العام اللي فات، العام هذا ما شاء الله الزيتون كاتر بوفرة، ومعدل الزيت حسب الزيتون، حسب الأرض متاعه، مش كل الزيتون وكل فصائله نفس المعدل الزيت. طبعا الفلاح عم تجيب زيتون يسجل له رقم تسلسلي حسب الموسم. الموسم مثلا في بداية 11 الموسم قصدي ممكن يوم كل يوم، لكن تو في 12 احنا في الدروة متاع الموسم، نخدمه 24 ساعة، لكن ممكن يقعد 4 أيام 5 أيام حسب التساهيل. المراحل التشغيل من حد كذا، من حد أول مرحلة يصير فيها الغسيل، غسيل الزيتون، ثم ينقل إلى مرحلة الرحي، فهمتني؟ ثم العجين تسخين، ثم مرحلة الكبس، الكبس هي تطلع منها الفاتورة والزيت، والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التصفية. طبعاً احنا أصحاب المعاصر ناخده في نسبة، هي النسبة معروفة بالزيت، مثلاً احنا ناخده في خمس، نسبة خمس الكمية، لكن متعارف عليه تو كلها تخلص الفلوس. خمس ونحسب الزيت على 5 دينار، مثلاً تكلفة خدمة الزيت لتر بتكلف دينار. نصيحة للفلاح ما يعطلش من الزيتون، الزيتون ما حد يخلط من الزيتون يجنيه يجيب المعصر طول. طرق البدية متاع ركدة في الحوش وكذا، هذه كلها طرق مغلوطة الحق.